جزا الله عنك خير الجزاء وبارك الله فينا وفيك وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله وحين هدنا كسور وين دونا موضوع اللباد وما موضوعا وعوانك سيها مركاسي نعمة الأخوة في الإسلام وذم الاختلاف والفرقة. إسلام كمركاسي قيمها وسية ولا التنمذة مسلمين تكاد حيسة إيو سيدا مركا وحن تهي كلا تجي اختلاف موضوع واحد إن شاء الله تعالى نوقع ذلك دونا فضيلة شيخنا الدكتور شيخ عيسى محمود عبد الله فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا بإذن الله. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي سبحانه وتعالى يا مهضلة نعم كأنكم بكرين نعمة ولا التنمة يا إسلام كمتاي كلمة قالية أيود ولكن شيخ عبد الرحمن آدي آدم مهمها يقال أن نقول في الحقيقة تنعاو كلمة هان إلى نكون كابسنو لكن وقت يسأل وقف أيدي سنو أي أنه قيم لبعض أو على الأقل لأن دوية الموضوع على جهة الله يو وقبي على ده يو خطرت إلى هذا هاي وحيالها دوين كوا إيه اللي جوبك سنة يو إلهي ما هتنق كذب وحنو ما هتنق أنا أيضا ما أملك مساجدك مسجد علي متان أو برام شذا نوع عنو كلا كوا عم بحي آدي أدنا جو ما هتن برشيد نسوي كتبيان سورة جارسيا بهي هوجا إنك استوى خير كوا جو بعقدتك أو سواق مقابسة حنقول ما هتنق أنا مؤسسة الكرم أو برامج كن صادي عارسي سواق من قابسي وأكون مهتم هني يقولنا ده يرتاج على يرضى علماء ده أتاعن مركز سبطات كين بيان كي حق إن لجرسيو ولا التنمى ده إسلامك وشيء كو قالسا إدت كدقي جرا دت كود جرا يا سيد رأيت دواني محمد عليه الصلاة والسلام مركي ومدينة تجي ومجالة المدينة تجي سان وترسان هاي سلام کا نی محمد وحی الله صاد در عرب او کلا تکسن مید مید هست آن لحی کلا دادسن آن سران کرنو صورت مان توی عالم الاسلامی اف کلا فردیسن صورت لامیده اما که خطرسن یا نی محمد علی صلی الله علیه و سلم صاد دری دی بیگنی بو علی صلی الله علیه و سلم اسلام کودت که کو ولایی اسلام کا ایودت که کو کلمیی ونبي سميك مدام مبادئي ونبي وقبت عليه الصلاة والسلام أنه آخى بين المهاجرين والأنصار مركو سمية حرمت إسلامك وضدك مسلمين تاو مسايدك وسمية يميشي كل ميين نبي عليه الصلاة والسلام وحوالا لي ضدك كي مدي مكة يددك هي مدينة أي ولا لي تاسو معناه ويتاي دولة نمدا وحا أساس ومد اسكو أركتيا ومد اسكو يهونا ومد ميلو ده جيدا وحين قبصدان أي مركا أي دونيسو أي أساسوا مركا دولد نمال لغا هالا يو ددكا أساسوا برشدا أساسوا برشو والالا أي نبي و أساسي أو السمي سيد رادد بي والالي مدو إسلامك وحي كمتاي مبادئ ده وقالسين دينة إسلامك هالكا وقصر ريسان مركا كجرت isagaana dadka wada qaalay wada qaadaysa dadku wax isku yimaadaan wada dhalasho dadku wax isku yimaadaan dhul dadku wax isku yimaadaan ganacs dadku wax isku yimaadaan ururo dadku wax isku yimaadaan ujeedooyin kala duwan iyo isku yimaadaan kullu hada ya talasha dhamaan wada dhalashada iyo wadaniyada iyo ganacsiga iyo wax kasta oo umada isku timaado waa wax burbura oo raad lahayn tagana وحال الإسلام كاهين ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أساس كاسي يا سيد رادد بني محمد عليه الصلاة والسلام بأمدة وكو أساسي إن إتاي ضدك واحد ديقيا إي قاديا إن إتاي دين تا إسلام كا إن إتاي وأنت نادى مسايدك وفرد إيجا حتى ما أنت نوصل وشعيد كالي وأنا أنا ضدك بلدك الأسار جروب إسكادك أي يبي يسي أو قيبي أما ألف يبا أو قيبي ميلاه يكسو كل الجدار شيك مش هيك كرو مش هيك كرو مع ذلك بقى مركي وحنا نحن عال دتك الناس كوا ذا متكا
mid midka duwan aan lahayn isku wajiga ah isku sanqaroorka ah isku dabnaha ah isku madaxa ah isku timaha ah iswada leeg isku dhararka ah sifaad bilaa aadamnimo dhaaya jamciyaanba mar alla marka wax timaado midbaal baa buu ka boodaya taa macnaheegu waxa weeye islaanimadii iyo walaaltinimadii baa meesha ka dhiman oo ka maqan saa daraaddeed baa walaaltinimadu waa cibaado kiif cibaadu cibaado waa tale noo abuuray wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun walaaltinimadu waa cibaadu si aan u fahamno inay cibaado tahay maa hiya alcibaada maxay tahay cibaadu ismu jaamicu limaa yuxibuhu allaahu wayardaahu min alaqwaali aldaahirati waalbaatina waa magac guud oo jamcinaya wuxuu ilaahay jecel yahay hadday tahay wax la sameeyo wax lagu dhawaaqo hadday tahay mid muuqata iyo hadday tahay mid qarsoon idan walaaltinimo marka mid cibaadada ku jiri walaalka inaad jeclaata waa cibaado idan cibaadaday ka mid tahay walaaltinimadu cibaadaday ka mid tahay mafhuumkaa marka la gaadho ee heerkaa la gaadho ayay dadku wax badan ay markaa ka tegayaan oo tirtirmayaan waxaan la sheegay oo dhani walaalkaaga islaamka aad ku walaalatihiin waa walaalka ugu qaalisan ugu qiimaha badan leh waa ka waxtar kale adduunya iyo aakhira markaasi ku anfacaya idan mabaadidaan ka duuleyna waxa kamid dad muslimiin nahay inaan u aaminsanahay walaaltinimada islaamku inay diin tahay walaaltinimada islaamku inay cibaado tahay salaada iyo soomka iyo sakada iyo xajka iyo sadaqada iyo silaturaximka iyo jaarka iyo samanfalka la mida walaaltinimadu waa nicmo waa shay qaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu ilaahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan ummaddii uu islaamku mideeyey wadkuruu nicmat allaahi calaykum xasuusnaada nicmada ilaahay idin siiyey id kuntum acdaa'an fa allafa bayna quluubikum markaa haydan dad kala jeeda oo kala daadsan fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana walaaltinimada iyo nicmada ilaahay yaad walaal ku noqoteen wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari fa anqadakum minha dad kala dagta baa haydeen xaruub xabru marka khabraa wa xabr albasuus xuruubyo dagaalyo taariikh leh sida dagaalada soomaalida ku warrata oo kale baa mujtamaca dhex yaalay markaasaa islaamku yimiday labba markaasuu ururiyey kala daadsanoodoodii ayuu ururiyey nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ku noqdeen markaa ay walaalo ku noqdeen idan walaaltinimadu waa nicmad qaaliha islaamku wuxuu nagu booriyey waxaan jeclay waqtigan ka faa'idaysto islaamku wuxuu nagu booriyey xaqa walaaltinimada inaan ilaalino xaqa walaaltinimada inaan oofino bal haddaan eegno nusuusta nebi maxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam akmal lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqaa waalmuwatanuuna aknaafaa alladiina ya'lafuuna wa yu'lafuun walaa khayra fii man laa ya'laf walaa yu'laf xaqa in la oofiyo walaaltinimada iyo jaanibka markaa khatar ay leedahay muhiimka ay leedahay dhaqan buu islaamku ka dhigay akhlaaqiyaad buu markaa ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka mu'miniintihi waa kuwa lagu soo dhowaado dadka markaasi u dhowaada khayr ma laha qofkaan dadka ururinaynin dadkuna ku soo ururinin wanaag ma laha qofkaan dadka ururinaynin dadkuna markaasi ayna ku soo ururinaynin waxaa kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uhi almu'minu ma'lafa walaa khayra fii man laa ya'laf walaa yu'laf mu'minku waa ururiye walaalihiisu jecel yahay khayrka iyo wanaagga ayuu la jecel yahay hadalka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan waquuluu linaasi xusnaa saasuu islaamku ka dhigay bal waxaan laynooga waramay in qiyaamaha maalintii wamal qiyaamaha ilaahay uu odhan doono ayna almutaxaabuuna bijalaalii alyowma udilluhum yowma laa dilla ilaa dillii mee kuwii isjeclaa ma aha kuwa isku jeclaa maalka maaha kuwa isku jeclaa dhulka maaha kuwa isku jeclaa wada dhalashada waa kuwa islaamka isku jeclaa diintu ay walaalaysay ayna mee kuwaasi maanta waxaan u dalaalimaynayaa waxaan u hadhaynayaa hadhkayga cadeedda marka la soo dhoweeyo uuna hadh kale markaasi auna markaasi jirin waxaa looga warramay nusuusta axaadiista dadka loo hadhaynayo warajulaani taxaabaa fillaah
اجتمع عليه وتفرق عليه لبنن أو ككل مي جعل كإلهي استعلادي كاسوس ككاني كاكو كلتقي ولا تنمى إسلامك وحي كمتاي مبادئ وقع لسان إسلامك أو أه إن يدل إسكوت على هذا يدنا الآن تدل إسكوي وحلو يقانو الولاء والبراء وحلو يقانو الموالاة في الإيمان إلا إسكوت على إيمانك إيه مركع ولا تنمى إسلامك وحي كمتاي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم تدك مؤمنين تارق يضمر با بركود وبركة كله وأقار سكهلودة وأقار سحديرية وأقار سجعل وناجي سفران حمانا مركاسي وإسكريبان إذا وحورن كرنا ولا تنمى إسلامك وهشيس كمده هشيس هذا لقلو وهشيس دولدان مقاله هشيس بيقلين شركتان مقاله هشيس بيقلين لبقف أو لبطرف أو ولا شقيسان هي أيان مقاله هشيس بيقلين إذن ولا تنمدو وحرير يهشيس الرحية لبقف ولا لها عقد بين المؤمن والمؤمن عقد بين المسلم والمسلم وهشيس يحرير الرحية ضدك وركا مؤمنين تا أمركا مسلمين تا الرحية وين أكلا سرين كرتا بلادمك ميل مو ذكرتني إيمانك درجات بمركزية لنساء ولا تني ماذا إسلام كلجوء ولا ليهي إسلام كلجوء ولا لكيهي ما أنت عالم الإسلامي يا عالم ككلام ما أنت كم قن بل ما يلبث أن تلمات هلا جيهي يدو هدي دبودنا وحبذنا إيمان تاني جرين حقوق بلا ضحي هذا الحقوق إن إير قار كم إذا أنسو تاعنو ولا لو سكوليهين إن هذا قاعد تعلق عمر ما ينتهي إن أردت كل قنطة أو ثير جلسة أنا لقاعد بعهي هاي حقوقا وحكم إذا حقك هو هذا ولا الكائنات جعلاته ولا الكائنات جعلاته حد جعلان إسا إسلام نبض كجعلان إسا الدنيا وما جعلان إس إسلام نبض يا كجعلان إسا محبة وما جعلان إس كل سن واحتر الدنيا يا منافع مركات تجلس هذا منافع هذا سلطة هاي أي منافع هاي كوبن يا غرد الدنيا ويتجلس إن النقطة سيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذ الله منه كما يكره أن يلقى في النار النبي عليه الصلاة والسلام صدح التلمامات قفك الله جهلا وحوه لا إيمانك أو معان إيمانك لنا الصلاة أعماش يسو إيمانك كم مقضى حقبتك يسو كم مقضى هذا الكيس كم مقضى فعل كيس كم مقضى حرير كيس كم مقضى أرنت كوات أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عدك استبى إلهي رسولك أنه كهر مريو إلهي رسولك وإنه كجعل إلهي شاهدك حديثك هل كان أوكاني وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله إنه قفك جعل هذا دار إلهي وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله دي ما أنت مش نجري لها مشين إيمانك لقو قياسة يو هدو ما أنت جري لها مشين لقو إيه يو أنتو كاتا يا ولا أرتني ماذا تعالك كاتا كاتا قف كاتا جعشة هاي تد بضم بوحب الله جهلين إلهي بين أسطري لكن واحد سلا شغال الله قال فرت الله قال يو هدي مش نجري لها لقو إيه يو محاكاة دبا وحبي تد فرب بضم أيان لقيه لهم ولا أرتني ماذا سيدك كبحيا مخايد وتجيا وحوض ونسك جهلا يا وحشة وكهل يا هذا بلا بينك مر كات قول غيرت كتفه ورك يا رأيك ميل بده بها تجين بإنترس وما إلا أنتم رادئك ميل بها دون تجين فوق ميل فوق بعنا يجي تدك هو وين يتدوب تنجرك استي تنجرك سعاش تنجرك بقولك حبان وحرين كبا هذا ما يه إن نعيبك هو الله يا يوحى كله تقول صفك صفك كونه مساجد دفتر يا بلا دعاء
waxay shubayaan aad ka yaabayso. Sidaasi ayaa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ilaa lilaah, inuu u jeclaado dar ilaahay. Xaqa koowaad waa xaqa weeyi, inaad qofka ku jeclaato diintiisa, dhaqankiisa, islaamnimadiisa, inaad qofka ku jeclaato. Arrinta saddexaad inuu qofku naco, inuu gaalnimo ku dhaco intuu ilaahay ka badbaadiyey kadib. Xaqa labaad walaalkeena isbarbar taagto, naftaada iyo maalkaagaba. Walaalkaa inaad isbarbar taagtood oo isku barbar taagtid naftaada iyo maalkaagaba aad isku barbar taagtid. Dadkuba dadka kale ayuu ilaahay isku keen sakhiray. Ka hodanka ah ilaahay faqiirku u sakhiray, ka faqiirka ah qanigu ilaahay u sakhiray, qofka baahile ka kale aan baahida lahayn bu ilaahay u sakhiray. Sidaasi markaasi weeyi, wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa, way horamarinayaan, nafahoogii ka horamarinayaan xataa iyagoo gaajo hayso, bal gaajo maahe macaluule hayso, dhibaataysan ayay horumarinayaan. Iithaarku iyo horumarintu waa xuquuqda walaaltinimada ah, hadday tahay mid nafeed iyo hadday tahay mid maal kay doonto ha noqoto, inaad walaalkaa daniisa ka shaqaysid. Mathalu lmu'miniin fii tawaaduhim wa taraaxumihim kamathali ljasad alwaaxid ida ishtakaa minhu cudm tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma. Mu'minku waa mu'minka kale wuxuu u yahay, waxaad u arkaysaa isjacaylkooga, isku naxariisashadooda, isku laabankooga waa jir keliya, hadday qaybi xanuunsato inta kalena xumad iyo soo jeed iyo lamida. Almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda, mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhisma oo kale, gidaarka gidaarka hayo oo kale, barhkoodba barhka kale ayuu xoojinayaa. Idan walaalkaaga isku barbar taag naftaada iyo maalkaba, marna waa waajib mar waa sunna, waa mustaxab, darajaad ba kala yeelanayaan maalka iyo hantida walaalka aad siinayso. Xaqa saddexaad xuquuqda la isku leeyahay, alla subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta dhexdooda markaasi uu dhigay qofka muuminkaa sharaftiisa inaad ilaalisid. Nabigu calayhi salaatu wasalaam, inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada alaa liyuballiqi ashaahidu minkum alghaa'ib. Wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo cirdiga ka hadlayaa walaaltinimada dhabta ah, inaad walaalkaa ilaaliso si guud iyo si gaarba. Wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinnu waxay idinka tahay xaaraan maalinta xurmadeeda oo kale. Nabigu wuxuu taagnaa xajat alwadaac, waa khudbadu ka jeediyey carafa, muslimiinta uu kula hadlay, waa dardaarankii ugu dambeeyey, uu dhiigga kaga hadlay, uu maalka kaga hadlay, uu sharafta kaga hadlay. Xaaraan buu idinka yahay maalintan xurmadeeda oo kale, bishan xurmadeeda oo kale waa dhulxija, beledkan xurmadiisa oo kale waa Maka. Ha gaadhsiiyo ka joogaa, ka maqan ha gaadhsiiyo. Qofka muslimka ah waxaa la farayaa qofka kale sharaftiisa inuu ilaaliyo. Walaalkaaga idinka dhexeeyaan iskaashigu iyo tacaawunku iyo allaka cabsigu inaad ilaaliso xaqiisa waa lagama maarmaan. Waxaa ka mid a cirdiga oo la ilaaliyo ceebihiisood ka aamusto, oona waxba ka sheegin hadduu joogo iyo hadduu maqan yahay, bal in laga aamuso ceebihiisa markuu maqan yahay iyadaa ka sii habboon. Saa daraaddeed xuquuqda la isku leeyahay waa inaad walaalkaa ilaaliso. Mujtamaca muslimiintana maanta xaalihii ah sheekhuna ku hadlay fasaadka keenay, walaa yaqtab bacdukum bacda, marka la kala tago ee la kala maqan yahay ee la kala dhaqaaqo, in la yidhaahdo war kumu ahaa, war muxuu ahaa, war muxuu qad waayahay, sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa. Waa xaqa saddexaad qofka muuminka sharaftiisa in la ilaaliyo oo la dhowro oon lagu xadgudbin. Madaahir fara badan iyo muuqaalo fara badan ayay leedahay. Xaqa afraad oo asbaabu sheekhu sheegayna qaar ka mid ah, inaad ka fogaato walaalkaa inaad u malayso mala xun, inaad ka fogaato malaha xun,
ملها حني وحو خلاف سيهاي وحي ولالتني ماذا كينيسو إسلام كو كينيو ولالك الصلاح يوناك يطاعة أملو اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إسكاقفو هذا ملف ربضا ملها بركي مركز ومدحن وناك سنين ولالك خير ملو وناك ملي حماها إسكا إلالي عمر بن الخطاب وحولي ولا قصوا وريي سوى عيد نصيحين يا أو مش مدو شيء يا كلمتك صواب حدا ولا لك شرها وقاضن أذو هلي إن هذا محمل يميل ونعكسك حمبارت لا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا كلمة ده ولا لك كصواب حدا شرها وقاضن هذا كحن باركرا معنى وناكسن ابن مبارك وعبد الله بن المبارك وحوري المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات مؤمنك وحر هذه ولكن عرطار السمايع منافق وحر هذه قل ضلال انه اهله كحق وكوليها ولالكا وحكم ذا إن أد ملون أكسن أد كم ليستو وأنا حق أفراد حقوق الأسكول هي حق الشنات كفجو أو إسكال علي مرنكا أن فائدة لحين ضاد أن خير كلحين كالجعيل كجينسة صاحب تنمد الجينسة ولا تنمد الجينسة إسكال كفجو صادو أو إلى شتو ولا الكاج حق أقوله هي أو ولا تنمو أودن مركا واحد قدبين معنيه قطام معها إن وحلاقة هذا وضع هذا كرين إن وحلاقة نقاش كرين وحلاقة وضع هذا كرا وحلاقة نقاش كرا وليس ويدين كرا لكن مركا يقعدوا ميل وانا كسر جيدا اسكحت جوج عرب كاجا إلالي واحد صوتك هذا ليسو ولا قرية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحكم أحد الله أيوه إلا وعلى قرية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سيد رادت إريادة الأورانيسو يحضر الأورانيسو كفرسو نبي عليه الصلاة والسلام عربك قيل علي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك وحنبي عليه الصلاة والسلام عربك هايسو إلى مرنكي يضادي وكينيا هذا لا خطري إنك صباحا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عربك على دورة إلالي كريجا وهاكو قاضو دنبيجا جنك أي حديث كم عاد يا رسول الله أين لمؤاخذون على ما نقول ميالا نوقبنا وحنا أورن إنه قال ثكلتك أمك يا معاد هو يدا قبلنتي وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية أو في لفظ على مناخير في النار إلا حصائد ألسنتهم وإذا قبلت معادو تدكم حين ناركو قلان تدكم حين ناركو قلان وحين ناركو قلان عرب يدو يدو مركاسي وحين أحضان إذن ولالتنا دو حكم إذا طوض عقيمك إمدليسك مرنك عقيمك وعبانك سوبحين فإذا دلحين آخيرك لحين نقاشك عن كوغارسينين إسكت دبولو إسكحر سادو هشو أو باق كون قطه ولا التنمى دي حق اللي حد نوحنا قانا مع البحنتا يوح بحنتا إن كان تلاقي بحيو وحجرة عرب كان يلاقي بحيو ونهجة إن العرب كان يقول هذا الشيء مرضان مليه حما يا مرن كيف جوجني بدل اللسان اللي أخيك إن أبي حسيت عرب كاجا ولا الكا بركو كام مقيه هاي إن أمانت أو خير كشيكت مركو كل شيء آدم كل ديرانين آدم كل تعدين هدي الله إذا هذا أمانتيس نبى مركاسي بدل لسان كحديث عدين سا نبى نبي قصوا مري مركاسي أني كلا وحوري نبي قو حكوري إني لا أحب هذا نكوان تعالى هاي نبي قو عليه الصلاة والسلام أعلمته ما أوجيسيسي ما يوري مايا ويوري أعلمه وشك
إنكِ بكذا بتجو جاري بركاس ودري لي من كوج على هاي ورحبك الله الذي أحببتني له إلهي كوج على هذا أدرتي إيه جعلات إذن هذا الكون أحسن والمال جلين ومال يا هنتي لجب يعربك وعرب توصل والحكينة يا هلو يا جعيل يا يمرك كينة يا كلمة دواينا تلاديد وأنا كوج على هاي هذا نبا كاتا هاي دري لي من كوج على هاي إن هذا مركزي كان نقط لكن هذا ترى هذا وان كنت على هاي مجاملة هذا نوع عاسة مجاملة هذا نوع عاسة أما أفقبات كان نوع عاسة هذا وان تعلي هذا هل كنسيك لك طهي إن ترى وان كنت على هاي ترى لا يمان كنت على هاي هذا انت علينا بس وحيانا لديدوي وحوان أكسن معها هذا الكوان أكسن يكلمة دوان أكسن أعرب كوبحنا يا وإذريد معان أدبتا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وحد كتر على أدوام هايقا هكوي راهدان هاي راهدان توان أكسن مركا عرب كوبحنا وحكم إذا سيانا روش يقني ولا الكين الأمان تيد مركو كاما قيه خير إنا تكون شيك تيد صفات كمركا وان أكسن إنا تكون شيك تيد هبل وأنا صاحب الصلاة هبل وأنا صاحب الصوم هبل وأنا القرآن كأخرسته هبل وأنا العبادة وأنا أكسن هبل وأنا كعنفرا هبل وأبو بكر هذا يريد أن وعسى أنا أبو بكر وأنا حوري صلبها ساسو كله مركو أما قيهي وبدل لسان وأمانة ولا لك مركا الأمانة سو حق الضباط حقوق الإسكولية هي بعد عا اللي سكع فيه ولا لتن ماذا وحكم ذا ينعم ذا ولا لك بعد عين اللي سكع فيه بلا آدم بين النهي وأن دنبابنا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون بلا آدم كستوى قفيا كوا قفنا وحقوا ناكسن كوا بركة صور الله أما حقوضة ولا نمضة وحكم ذا زلاتك إنا تسكدافت زلاتك أسي يسمر رحاس والله بالنوع مد دينيت يمد قف كوكو صابسان أديك وحي أديك كوكو صابسان اسكداف اسكعف هذا بقلين وعيدين كصابسن أول الكعك علي باب النصيحة كعفرا حتى شيرين ما لها كعشة كينين أنت من ساس أنا قل هذا كي هبلها وروا كي كدعي هبل به وكي كدعي أتك النصيحة حق أوت المال سي مركا ولا تنمذي أيو تجنات أيو جرت حق سوى حق هذا مهمة زلاتك يسم ببر سم برحشدة قف قبل آدم كا كدعي إن مركا قفكو أوسكعفي أوسكعفو هذا يتمي ديننا إن مركا وقلنا ساحيسي حق السديدات حقوق دا مركا ولا التنمدا ولا الكا إن أوقف فرحتت وحو إلى هاي سيو وحو إلى هاي سيو نوع طانا هالنقطة وحي إلى كوك الله دايستو إلى هاي سيو هكا حاسدين هكا حمانين iska ilaali dadka waxa kamida markay walaalkood wanaag ku arkaan ama khayr ku arkaan ama fadli u yimiday ama ilaahay wax ku galadeystay arinta ka xumaada calool xumana markaas si qaada ka digtoono xasadka iska ilaali laana xadiiska nabi waxa cali sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi midkiin rubeyn maayo إلى أول الكلة جعلها ضوح نفتي سلجع ليحي سيد رادت ولالك هدو ديرادو يمادو هدو مال تهي يا هدو علم تهي يا هدو دين تهي يا هدو صلاح تهي يا هدو توسنان تهي كفرح هكا حاسدين ذلك الوحي وحا إيمان أيا تفرق يكالتك أيا مركا إيمان أيا حسدكو مركا غاركو دوحنا قولنا مد مالك اللي حسدو مر جاهيسا لحستيا مر صلاحيسا مر علمي جيسا نوع دون هنقضو حقوق قومي مسن اي ولالتن مدعا انا دولالكا وحي لهاي وكانو اي لهاي كوكالا دايستو اي لهاي وصيو انا تكفر حديد اوضن كحمانين حق السقالات نقول سوق بقبيننا حقوق ولالتن مدعا ولالكا اديقا ولالكا وينو سكاشي سكاد حيو تدكا مسلمين تا intii isku meela intii isku markaasi wax wada qabanaysa inuu markaasi
إسكاش إنو كده حيو خير كي يوناجا لسكو كاشانيو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان خير كا يوناجا إسكو كاشضا دمبيجا يحد جدبك هاسكو كاشاننا مشاريعك اللي تقول إيه وناجا إيه خير كي يوناجا إن لسكرب قلو لسكو كاشضا وهي حنا لجدك تونادو حق طبنات أو حقا أقضى بيا حقوضا ولا تمنوا تلمامنا تدك ولاها مسلمين تي إلى وضع تشرعان أرنتوا ذي سكسور دويان متك كلام متك ولكن رأي ونا كلا جار نقنن إلى حكوا أمن ذكم مؤمنين تا وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون أرنتوا ذو واتلدوا ذو وذاك وحي له السيانة وحبيك بحنيان حقوضا هذيلا إلى عليو ولا تنمي دي بتاعنا نساء حقوضا هذيلا دوره ولا تنمي دي بس يجري نساء حقوضا هذيلا إلى عليو ولا تنمي دي ويجوكت نقول نساء دائم حقوضا هذيلا إلى عليو أيو كل جد يتفرق يكلا طاعت سنان يعيدا عدم هاي سنين أيام مركز يا إيمان أيا مركز تقول لجوت عديو أو لجوت حد جدبو حكم ده حقوق دي بيش واحد كبر حيا waxa soo galaya kala jeed iyo ismaandaaf ayaa markaasi soo galaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu bariyeena inuu ilaahay naga dhigo dadka mutahaabiinta ee walaalaha ee loodan doono hadhow aynal mutahaabuna bi jalali al yawma udhilluhu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alni wa iyyakum من المتعاونين على البر والتقوى المتناصعين في ذلك البادرين الخير الفاتحين أبواب الخيرات المغلقين أبواب الشرور وأن يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى وأن يمن علينا بذلك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان والإخوان المسلمين بعامة وأن يوفقنا إلى ما يرضيه وينفعنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.